عندما يكون لدينا معلومات. نحن نعلم أن ضربتنا كانت دقيقة. في الساعة الأخيرة أطلقت نيران وقذائف على سكان الشمال. أنا أريد أقول لسكان الشمال، نتصرف منذ فترة بمسؤولية ونجري تقدير موقف متواصل للجبهة الداخلية، وحتى هذه اللحظة لا تغيير على التعليمات، ولكن يجب أن نبقى مستعدين ويقظين وأن نتعامل وفق التعليمات، ونحن سنطلعكم عن كل تغيير في حينه، وأنا سأكون موجود في الساعات القادمة. نحن سنضرب قدرات استراتيجية لحزب الله وبنية تحت أرضية تحت 3 مباني في الضاحية في بيروت. على مدى سنوات حزب الله طور وبنى صواريخ ومنظومة أصلها من إيران، وهذا مس بالتجارة البحرية. ونحن منذ 2006 أطلق حزب الله صواريخ على زوارق بحرية وقتلت 4 جنود. صاروخ آخر ضرب سفينة مصرية. حسن نصر الله نفسه هدد على منشآت استراتيجية لدولة إسرائيل في البحر وقرب اليابسة. في الأيام الأخيرة كشفنا ما يخفي حزب الله في البيوت والقرى في البقاع وجنوب لبنان، واليوم سنكشف كيف يخبئ لأسلحة استراتيجية تحت مباني في قلب الضاحية في بيروت. هو يخزن أسلحة استراتيجية تحت مباني مدنية، والمباني تستخدم كدروع. وهنا يمكن أن نرى أحد المنازل في قلب الضاحية، وهذا تحت الأرض كالكراج يتم تخزين صواريخ. وهكذا يبدو الوضع. حزب الله يخزن في هذه المباني أسلحة استراتيجية من تحت المدنيين، وتخزين السلاح بهذا الشكل يمكن إطلاقها خلال وقت قصير من المبنى بشكل يهدد بشكل مباشر التجارة البحرية ودولة إسرائيل. في الساعة الأخيرة توجهنا إلى 3 المباني، وسكان هؤلاء المباني موجودين فوق ذخائر استراتيجية لحزب الله، ويجب أن يبتعدوا عنها فورا لأجل أمنهم وسلامتهم. في مبنى كومبلكس السلام في حي حداد، ومبنى منير شديد، ومبنى شيت في حي الحداد، على سكان المباني الابتعاد بأسرع ما يمكن. بعد وقت قصير سنقصف هذه الأسلحة تحت هذه المباني. ستسمعون الانفجار بعد قصف هذا المبنى، ويمكن أن تطير وتطاير في الجو. لن نمكن نقل أسلحة لتنظيم الإرهابي حزب الله بأي طريقة. نحن نعلم أن نقل الأسلحة الإيرانية ونحبطها، سلاح الجو يحبطون الآن في بيروت وفوق دولة لبنان. وعلى مدى سنوات تصرفنا بخلاف سوريا ولم نقصف الميناء والمطار المدني. لن نفكر لطائرات، لن نمكن طائرات كبيرة أن تهبط في مطار بيروت. هذا مطار مدني والاستخدام المدني، ويجب أن نحافظ عليه مدنيا. الأسئلة: هل أطلعتم الولايات المتحدة قبل قصف مقر حزب الله؟ نحن على اتصال دائم مع الولايات المتحدة، ونتوجه للمستوى السياسي. أنا هذه الأسئلة أتوجه بها لرئيس الحكومة. هل تتوقعون رد إيراني كما كان في إبريل؟ نحن نستعد في الهجوم والدفاع، ونميز الصور الاستخباراتية ونجمع المعلومات وسنواصل ذلك. هل تستعدون لضربة على إيران في حال ردوا؟ لدينا خطط لكل ما يحدث، سنرد عليه بشكل قوي ونستعد في الدفاع والهجوم، وهكذا سنتواصل. مهمتنا حماية مواطني إسرائيل. هل هناك مخابئ أخرى لنصر الله؟ أنا الآن في الهجوم ولن أتطرق على الضربة. عندما نجمع المعلومات سنطلع الجمهور.
عشان اخد مشاكل. الضربة كانت دقيقة، وعندما نجمل الصورة سنطلعكم. هل تستعدون لحرب، لمرحلة جديدة في الحرب على لبنان؟ وهل ستجندون غير الفرقتين؟ للجيش يوجد خطط، وحول الشمال وحول المهمة لدينا مهمة واحدة، سكان الشمال سيعودون إلى بأمان إلى بيوتهم. سننفذ هذه المهمة، ومن أجل تنفيذها سنكون بكل ما هو مطلوب. سأطلعكم خلال الليلة وغدا وكل ما تطلب الأمر. ليلة سعيدة وسبت جيد.